بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مشاكل ما بين كارلوس كروش وحمدي فتحي، مشاكل ما بين كروش وموال جمعه، مشاكل ما بين كروش وضياء السيد، مشاكل ما بين كروش ومحمد شوقي، وما ينفعش يتعمل معايا كده او انا ما يتعملش معايا كده. كل ده بدا يتقال بعد خساره منتخب مصر لمنتخب التونس امبارح، والاعلام المصري بدا ان هو يطلع كل الفضائح اللي كانت موجوده داخل المنتخب المصري ما كانوش قادرين يتكلموا عليها. من 3 4 شهور في نفس المكان ده قبل ما اشتري الكشاف ده للامانه كنت بتكلم ان موضوع انك تختار المدربين المساعدين قبل ما تروح للمدير الفني دي كارثه وده غباء وده ما يتعملش غير لو انت مسؤول مصري او ماسك الاتحاد المصري لكره القدم او مسؤول ماسك اللجنه الثلاثيه لكره القدم ولا تفقه اي شيء عن كره القدم واسمك احمد مجاهد، انت بس الوحيد اللي ممكن تعمل كده، لان احمد مجاهد راح اختار المساعدين بتوع المدرب المنتخب مصر قبل ما يجيب المدرب، راح قرر ان هو يجيب كابتن ضياء السيد مساعد ويجيب كابتن محمد شوقي ويجيب كابتن عصام الحضري مدرب حراس، اختار الثلاثه دول حرفيا قبل ما يختار مين مدير الفني، اتكلم مع كابتن حسام حسن الراجل احترم نفسه وقال له مستحيل اشتغل مع جهاز ما اشتغلش معاه قبل كده، كابتن ايهاب جلال شرحه وقال انا ما بشتغلش غير واخد الجهاز بتاعي معايا اي مكان اشتغل فيه، الجو بتاعكم ده ما يلزمنيش، رحنا جبنا كارلوس كوريش بناء على علاقاته القائمه مع فينجادا. وهنا بقى بدات تبان المشاكل لان كلنا فاكرين مشكله عصام الحضري مع محمد الشناوي وكلنا فاكرين الخناقه الشهيره اللي على الخط وكلنا فاكرين كل ده وكلام كتير طلع ان اتقال ان كارلوس كروش هيمشي محمد ما هيمشي عصام الحضري هيمشيه لانه مش مقتنع بشغل عصام الحضري. بدانا نشوف بعد كده ان كابتن ضياء السيد ملوش اي ادوار في الجهاز في كاس العرب، كابتن محمد شوقي بيقوم وبيقف على الخط ودي حاجه غريبه ان كابتن محمد شوقي هو اللي بيقف على الخط، وائل جمعه المدير المنتخب بيقف كمان يدي تعليمات وبيقف كمان مع كارلوس كروش وكابتن ضياء السيد مش موجود. طب احنا جايبين ضياء السيد ليه؟ عنده علاقات مع احمد مجاهد؟ ما وائل عنده علاقات وشوقي عنده علاقات والحضري عنده علاقات، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان كابتن ضياء السيد ملوش اي دور. طب ايه بقى الادوار بتاع جهاز المعاون المصري في جهاز كارلوس كروش محمد شوقي وضياء السيد ووائل جمعه وعصام الحضري؟ ان هو بيسربوا التشكيل؟ اه ما هو تشكيل بتاع منتخب مصر بقى حاجه عاديه، تشكيل منتخب مصر المباراه القادمه بتعرفه قبل الماتش بيومين، كل ده يعني سبحان الله مفترض ان انت ما تنبهرش. طب يا جماعه مين اللي بيسرب التشكيل جوه؟ ما حدش عارف. طب مين اللي بيسرب للعيبه ان كارلوس كروش مدرب عنادي؟ ما حدش عارف. طب هو ده الجهاز المصري بتاع كارلوس كروش اللي بيعمل كده؟ الجهاز بتاعه هو اللي بيسرب التشكيل وهو اللي بيطلع مشاكله مع اللعيبه وهو اللي بيحاول يخلق مشاكل لكروش مع اللعيبه؟ وفي الاخر لما كارلوس كوريش لسه بيحاول ان هو يشتغل على الخط ويكون متوتر ومش مآمن للناس اللي واقفه معاه في الجهاز، تقول لي كارلوس كوريش كان متوتر ليه؟ ما انا عرفت كان متوتر ليه، الراجل مش ضامن الجهاز المعاون بتاعه، حرفيا مش واثق فيهم، حرفيا الناس دي بتحاول تغرقه، الناس دي بتحاول تسرب التشكيل وبتحاول تعمله مشاكل مع اللعيبه، فانا دلوقتي ازاي كمدير فني واقف على الخط ما اضمنش الناس اللي واقفه ورايا هنجح واقعد افكر في اداره ماتشات افكر في تشكيلات وافكر في اي حاجه. وبعدين انا واثق 100% ان واحده من اهم اسباب توتر علاقه كارلوس كوريش مع اللعيبه هو الجهاز المعاون بتاع كارلوس كوريش. يبقى انت دلوقتي جبت مصريين لجهاز كارلوس كوريش افادوا الجهاز ولا دمروا الجهاز ودمروا التجربه؟ اعتقد ان هم دمروا التجربه ودمروا الجهاز. زي المشكله اللي حصلت ما بين كابتن حسام البدري وكابتن طارق مصطفى اللي تم تعيينه بناء على ان الراجل كان عنده علاقات مع كابتن عمرو الجناني. نفس المشاكل هي بس سبحان الله بيجي لك شويه متخلفين يمسكوا اتحاد الكره في مصر او بيمسكوا اداره الكره في مصر ويقرروا ان هم يعملوا نفس القرارات هي وانت تقدر النتائج مختلفه. اللي هو يا لا اله الا الله يا عم الحاج، ده انت رحت قلت لاي واحد لو انت خدت قرار في كذا موقف شبه بعض وفاشل هتاخده بعد كده يقول لك لا احنا بقى بناخد القرار ده بعد كده عادي وبننتظر ان هو ينجح، وفي الاخر بنتصدم ان احنا بنفشل. ما نعرفش اخر فشل ده بيجي منين. انا لو كنت بنتقد منزل كبير ووديع الجري ده احنا عندنا كارلوس كيروش وعندنا حسام البدري وعندنا احمد مجاهد وعندنا عمرو الجنايني. فعلا والله اللي بيته من الازاز ما يحدفش الماس بالطوب. ومحمد شوقي بيقول لك كابتن شوبير، اه كابتن شوبير بدا ان هو يدخرب كمان في الجهاز وينخرب المشاكل اللي وراه. بيقول لك كابتن محمد شوقي اتخانق مع كارلوس كيروش في مباراه مصر وجابوه لما كارلوس كيروش كان واقف لا محمد شوقي بيدي تعليمات اللعيبه فهو بيقول له اخرس، بيقول له اخرس انا ما بتعملش معاك كده انا ما يتقالش كده. امال هيقول لك ايه؟ مين مدير الفني؟ مين اللي ماسك الفريق؟ مين المسؤول على الفريق؟ هو ولا انت؟ وبعدين اللي ادي تعليمات مش انت كابتن محمد، اللي ادي تعليمات بام الفرقه دي يا كارلوس كيروش يا ضياء السيد مش انت خالص. بس يلا كل حاجه موجوده في مصر وكل حاجه بتحصل في مصر والمفروض مننا ان احنا بعد اي مشكله نطلع نقول ان كارلوس كيروش هو اللي راجل ظالم ومدرب لا يوقع اي شيء، والحد اللي بيقول ان احنا نمسك كابتن ضياء السيد، اه كابتن ضياء اللي بيسرب التشكيل وكابتن ضياء اللي كان بيتكلم على شيكابالا ومستحيل ان احنا نضمه وشيكابالا تخليه يروح ده او اللي بسم الله ما شاء الله يمسك المنتخب بعد كابتن بعد كارلوس كيروش اللي هم بيحاولوا ان هم يغرقوا السفينه اللي هم راكبين فيها لمجرد بس ان عناد كارلوس كيروش مش مخليهم ياخدوا اي فرصتهم. وفي الاخر كلنا نقعد نقول حسبي الله ونعم الوكيل على اداره
الكره المصريه، وكلنا نقعد نقول امتى يا وزير الشباب والرياضه يا محترم هتعمل لنا انتخابات لام اتحاد الكره علشان خاطر نبقى عارفين نحاسب مين، والشخص اللي هيجي ده هيبقى جاي بناء على ايه، والشخص ده هيبقى ماسك اتحاد الكره ليه. بس انت في مصر لو شغلت دماغك وحاولت تفكر بالعقل والمنطق مش هيجيلك اي حاجه غير شويه شلل، وفي الاخر ايه هنطلع احنا ما نفهمش اي حاجه، وهم اللي بسم الله ما شاء الله اسياد الاداره. بس عادي، يلا هذه هي ايجيبت يا اسطى، هي دي مصر. وفي الاخر لما يحصل اي خساره للفريق بيلبسوها المدرب، يعني جابوا لعيبه سيئه دوري مش بيطلع لعيبه دوري، ما عندكش فيه فيرو ولا عندك فيه باك يمين ولا عندك فيه شمال ولا عندك فيه يمين، وفي الاخر المشكله مشكله مدربين. حصل، انا متفق معاك ان المشكله مشكله مدربين. مرض كده يا اسطى، اعمل لي بقى لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك، ولو ما عجبكش فعادي اعتبرك بتتفرج على مهازل من مهازل الاعلام المصري 5 دقايق متواصله. هرجع المهزله بتاع اخوك وهتقفل.